مرحبا، كيفكن؟ راح أحكي بهذا المحتوى عن 5 أفلام ما بدي أقول غيرت حياتي، دمرت حياتي. من شان هيك بدي أنصحكن ما تكرروا هاي التجربة أبدا، ولا تحضروا فيلم تتأثروا فيه لدرجة أنه تحبوا تلعبوا دور البطولة بحياتكم. ما حدا طالب منكم تلعب دور البطولة، ببساطة الناس بتقلكن مين طلب منك، لكن بعد ما توقع الفاس بالرأس ما بينفع هذا الحكي. الفيلم الأول هو الساموراي الأخير، بطولة توم كروز. معروف توم كروز ما بيمثل أفلام شو ما كان. الفيلم رائع، بيحكي عن ضابط بيتعرف على قبيلة ساموراي. هون الساموراي بيكونوا آخر الناس باليابان اللي متمسكين بالقيم والأخلاق والعادات والتقاليد إلى آخره، بمواجهة رهان على كرامة اليابان. يعني هم بيعتبروا حالهم حماة كرامة اليابان. بهذا الوقت ما بيكونوا عارفين انه الامبراطور الجديد نفسه باع كرامة اليابان وباع دنية اليابان كلها على بعضها لحساب الحفاظ على العرش وما يخسر الحرب. هيك صار فينا بسوريا تماما. نحن راهنا على ثورة متماسكة وعلى وطن متماسك، ما كنا عارفين انه قادة الوطن وقادة الثورة ايضا، او من نصبوا انفسهم قادة الثورة، كانوا عم يبيعوا ويشتروا فينا ونحن بعدنا عاملين فيها ساموراي. صراحة هيك نحن كنا عاملين فيها ساموراي ولليوم بعدنا عاملين فيها ساموراي وهن عم يبيعوا ويشتروا فينا. فالرهان على مسألة من يملك القرار رهان خاسر بالنهاية. طبعا الفيلم كتير حلو، انا ما بدي احكي قصته ولا رح احكي قصة اي فيلم موجود لحتى تحضروا. الفيلم ممتع جدا، رائع جدا، فوق التصور وفوق الخيال. يختار الضابط انه يوقف مع الساموراي بالمعركة وحتى لو كلفه ذلك حياته. وكلنا هيك يعني، انا حتى الان التراجع ما بيفيدني ابدا، لازم اوصل حتى النهاية مهما كانت، وخليها نهاية صعبة كلامي يعني ما بيأثر. ما هي فنحن عم نشوف أن التاريخ يكرر نفسه. هو آخر شيء الساموراي الأخير مات، وعلى نهاية فترة التمسك بالخيانة وبداية فترة المتاجرة بمسألة المبادئ. لكن بالنهاية هذا اللي عم يصير بالواقع، سواء أحببنا أو لم نحب فهذا اللي عم يصير. أنا ما بوعدكم ولا بفيلم من هاي الأفلام اللي هستعرضها هلأ بنهاية سعيدة نهائيا، ولا فيلم في نهاية سعيدة، لكن كلها أفلام واقعية. بعد فيلم الساموراي الأخير بناخد فيلم دانسر وذ وولف، دانسز وذ وولف، الرقص مع الذئاب. الرقص مع الذئاب هو بطولة كيفين كوستنر. كيفين كوستنر أيضا يعني هو بطل فيلم ساعة البري، بطل كثير أفلام يعني تمثيله رائع.
احضروا هذا الفيلم عشان ما يدمر حياتكم مثل ما دمر حياتي. ثالث فيلم معنا اليوم هو بريف هارت. بريف هارت هو بطولة الممثل والمخرج العالمي ميل جيبسون، من أروع الأفلام اللي ممكن تشوفوها. فيلم واقعي، واقعي جدا. هو قصة حقيقية صارت بمناضل سكوتلندي كان اسمه ويليام ولاس، يعني صار معه أحداث كثير. أنا ما بدي أحكي قصة الفيلم مشان ما أحرق لكم إياه، بس هو من أروع الأفلام طبعا. يقود ثورة ضد الاحتلال الإنجليزي لسكوتلندا، وبيحاول يوحد الأرض الاسكتلندية ضد الإنجليز وهيك، لكن بتشوفوا مسلسل التجارة والبيع والشراء، وما في وجيه أو زعيم إقطاعي أو شيء ما بيتاجر فيه لوليام ولاس. هو بطولة ميل جيبسون وكمال. هذا الشيء أيضا صار عندنا في سوريا، وقادة الثورة الذين نصبوا أنفسهم قادة للثورة ومسؤولين منظمات وإلى آخره بيكرهوا أي إنسان مبدئي بهاي الفترة، وبيشتغلوا معه لدرجة أنه أنت فيك تشتبه أنه هني عم يشتغلوا لحساب النظام أكثر ما عم يشتغلوا لحساب الثورة. كانت بتهمهم مصالحهم، شو بيقدروا تكسبوا من هاي الثورة، وما بيهمهم أنت شو بتدفع فيه. ناس اللي طلعت برات سوريا وبحثت عن خلاص الشخصي من أول الفيلم، اليوم عم تعطي شهادات بالوطنية للناس الثابتين في هذا الوطن. اليوم أنت إذا ثابت بوطنك وبقضيتك بثورتك عم تتعير. حتى اللي ثابتين حتى جوات الثورة أيضا انقسموا، يعني ما أنه والله اللي برا شياطين واللي جوا ملائكي، لا، حتى جوا في شياطين وبرا في ملائكي. بس أنا بحترم اللي برا ما تدخل بشي أحسن. آخر رابع فيلم هو The Last Mohicans، آخر رجال Mohicans، أيضا فيلم من أروع الأفلام اللي ممكن نحضرها. هو كاتبه جيمس كوبر وبطولة دانيال دراي، ما لعبان دور ناثانيال. فيلم رائع، فيلم بيحكي عن كيف انقسم الشعب الهندي بالعمالي مع مع الفرنسيين وناس مع البريطانيين، واخر شيء الفرنسيين والبريطانيين كانوا يحاربوا بالهنود تماما مثل ما بيصير عندنا بسوريا. هلا بسوريا نحن ناس بتحارب مع السعوديه، ناس بتحارب كانت مع الامريكان، ناس بتحارب مع كذا الى اخره. انقسم السعودية طبعا شالت ايدها الملف، فالناس بتحارب مع قطر، ناس بتحارب مع الاسرائيلي، ناس بتحارب مع امريكا. السوريين هذول واخر شيء الخسارة السوريين فقط، ما في خسارة غير سوريين. لا، هذا هو اخر رجال Mohicans. فيلم ببكي الكلاب، ببكي الحجار، ومحزن حقيقة، لكنه يحكي الواقع الذي يكرر نفسه في التاريخ. ايضا هذا الفيلم دمر حياتنا، لانه نحن صدقنا انه ممكن انسان منا يكون اخر رجال Mohicans ويحافظ على المبادئ والقيم ويستعيد الأمل لشعبه، لكن ما عرفان أنه شعبه نفسه أول شيء باع. الإنسان الصامت بالشعب السوري هو سار وسار الإنسان ما دخله بشيء، ما بياخد علامة على صمته على فكرة، يعني مو أنه والله أنا ما دخلني معناته أنا منيح، لا، أنت ما لك منيح، أنت وقفت على جنب في وقت اللي بيكون صوتك كان ممكن يهبط أثر. فما بعرف مين بدنا نكره ومين بدنا نحب، مع مين بدنا نحمل المسؤولية. نحن بنقول نحن مسؤولين، بس نحن اللي ولعناها من الأول. احنا حرقنا بلدنا وكنا عارفين شو رح يصير، بس كنا عم نقول لا، بجوز تختلف الشغلة. الفيلم الخامس هو الشيخ والبحر، The Old Man and the Sea، بطولة أنتون كين، من أروع الأفلام اللي صنعوا حياتي فعلا وخربوها. بيحكي على تحدي هو بيثبت شخصيته لعائلته بعد صار عمره عاتيا، انه بعده قادر يكون نافع وقادر يكون مفيد وقادر يكون بنفس مكانته الأولى بعد ما خطير، انه هو ليس عجوزا، هو قادر يعمل شيء. ومعركة كتير بيخوضها وبيثبت نفسه آخر شيء طبعا، لكن فوتنا بدوامة مش صحيح. هاي كل الأفلام الخمسة اللي دمرت حياتي. آخر شيء ببعت رسالة لشخص ما يقول لي كل ليلة لا تترك يدي، وأنا بقول له لا أترك يدك، لن أترك يدك، أنت لي وعينك قدري، وإذا تخلى عنك كل العالم ستبقين لي. سلام، باي باي.